بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا ألهمنا محبتك وزدنا في تقديسنا لك حتى نقدرك حق قدرك، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والرضوان ولا عدوان إلا على الظالمين. قلنا فيما سبق أنا فترة بني إسرائيل كانت في النساء والمال، والآن نجد في العالم بشرق وغرب وشمال وجنوب الفتنة هي نفسها، لكن من بلغ هذه الأماكن القاسية أقصى لما فهم في الأرض؟ هم بنو صهيوني، يعني هم متحركين في كل مكان من حيث لا ينتبه الغافلون بانتشارهم ومؤامراتهم على الدين حتى لا يعلم عنه شيء، أي الدين الذي ارتضاه ربنا للعالمين ثقلين الإنس والجن. منا عملوا كل ما في وسعهم باش يغيبوا فكرة الإسلام، بل زادوا خطوة أخرى جهنمية قبيحة، ولكن لا ترتد عليهم إلا بلعنة الرحمن. بلغوا للناس أن الإسلام لا خير فيه، بل هو مختصر في الإرهاب. نعم نحن أهل الإسلام حقا إرهابيون، لكن في حدود المعقول والمشروع من لدن الله، أي لا عدوان إلا للظالمين. تربون بعدوكم وعدوكم وعدو الله وعدوكم وآخر من دون لا تعلمونهم. نرهب الأعداء لأنهم أعداء، ما كانش عداوتهم لله ولدين الله ولأهل الله، خاصة الرسول الكرام عليهم السلام اللي قتلوا بعض منهم عليهم السلام. ما كنا على الصفة هذه الإرهابية، كنا مقتدرين بمحبة الله ومشاركة الله وشرك الناس في هذه المحبة، لأنه أكبر حب بعد التوحيد خيرا هو حب المولى سبحانه وتعالى. ونعود إن شاء الله تعالى بفضله دائما بالخير والبشائر.